رحلة ثرية في دروب الصحافة والأدب والفكر والنقد، خاضها الكاتب الصحفي والناقد والباحث في شؤون التراث إيهاب الملاح، كون خلالها حصيلة معرفية واسعة ساعدته على أن يكون صاحب أسلوب خاص جدا في الكتابة وغزارة إنتاجية اتسعت لتشمل كل أفاق الفكر والأدب. ولد إيهاب الملاح في عام 1977 وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 2001، وهو باحث ماجستير وتولى مؤخرا منصب المشرف العام على المحتوى والنشر بمؤسسة دار المعارف المصرية، وهو أيضا عضو اللجنة العليا لمشروع مكتبة الأسرة بالهيئة المصرية العامة للكتاب. تصدى الملاح لكافة أنواع الكتابة النقدية والفكرية، متبنيا العقلانية النقدية والتأسيس المنهجي العميق والجمع بين التراث والمعاصرة، ومقدما نموذجا لافتا للقدرة على غزارة الإنتاج وتميزه وعمقه. أصدر إيهاب الملاح عدة كتب شملت مجالات اهتمامه وبحثه المتعددة، منها مشاغبات مع الكتب، سيرة الضمير المصري، سرديات البحر في التراث العربي، طه حسين تجديد ذكرى عميد الأدب العربي، وأخيرا كتاب حسن العطار، وهو الكتاب الأول في سلسلة المجددون. نال الملاح عن كتبه ودراساته عدة جوائز وتكريمات، من بينها جائزة أفضل كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2022، وجائزة اتحاد كتاب أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، كما تم تكريمه من مجمع اللغة العربية بالقاهرة لجهوده في نشر الثقافة العربية.